البداية من إسرائيل وتطورات تشكيل الحكومة، إذ أوصت القائمة المشتركة بالإجماع أمام الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين بأن يكلف زعيم تحالف كحول لافان بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة، وحذا حذوها زعيم حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان. وأفيد أن رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة قال إنه يفضل حكومة مركز يسار على حكومة يمين برئاسة الليكود، ناهيك عن طرحه مطالب على كحول لافان ومنها مكافحة العنف والجريمة وإلغاء قانون كامينتس حول هدم البيوت العربية والاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها. يجري هذا كله في خضم المشاورات التي تجرى في الحلبة السياسية الإسرائيلية لتشكيل الحكومة، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في وقت سابق طالب خصمه زعيم تحالف كحول لافان بيني غانتس بتشكيل حكومة طوارئ قائمة على حزبيهما لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، دعوة لقيت ردود فعل مترددة في التحالف بين من شكك في نوايا نتنياهو ومن حث على التجاوب معها في حال كانت صريحة. أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين، وأوردت المحكمة الإسرائيلية في بيان أنه على ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات التي تحصر عمل المحاكم بالحالات الطارئة فقط، تقرر إرجاء الجلسة الأولى إلى 24 من أيار مايو، ولقي القرار تحفظا لسيما في صفوف خصوم نتنياهو السياسيين. وينضم إلينا الزميل الصحفي مراسل اي 24 نيوز مروان عثامن. نتوجه إلى من ينضم إلي عبر خدمة سكايب غسان أمنير، وهو الناشط السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي. سيد غسان، لطالما كان التجمع متمسكا ومتشبثا بموقف عدم التوصية على غانتس ودخول هذا المعترك من أساسه، ما الذي دفعه لتغيير رأيه؟ هل هو تنازل عن مبادئ أم خطوة معينة تقف وراءها توجهات براغماتية على سبيل المثال؟ طبعا أخي العزيز، مساء الخير لك والمشاهدين. نحن نخوض الانتخابات ونذهب للانتخابات والتصويت لهدف واحد مهم جدا، وهو انتزاع حقوقنا وتحصيل مطالبنا من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إحنا مش رايحين للكنيسة للصراخ من على المنبر، ولا لكي نظهر بالتلفزيون، ولا من أجل الرواتب. وإذا شعرنا أنه في عنا فرصة تاريخية، ممكن تسميها تاريخية، ولكن في عنا فرصة لانتزاع بعض من حقوقنا من أي من الحكومات، فمش راح نبخل عن شعبنا وعن المصوتين اللي أعطونا أصواتهم. 581 ألف صوت أعطونا أصواتهم لأهداف معينة، أعطونا أصواتهم لكي نأتي لهم بحقوق مثل منع قانون كامينتس أو تجميده، مثل إلغاء أو تغيير قانون القومية، مثل منع. سيد غسان، هذه المطالب، لكن هل هناك ضمانات بأن ينفذ على الأقل جزء من هذه المطالب من قبل غانتس؟ شوف، بالسياسة وأنت أدرى فيش كتير ضمانات، اللي هون مش صفقة تجارية وفي عقد انت بتوقعه وممكن تقاضي وتروح على المحكمة وتقول ما اخذت المقابل. هون في عندك وين وين سيتويشن، ايش انا بدي وايش هداك بده، ممكن نتقاطع بهذه الامور ونتقابل معها ونتقدم. يعني اليوم لنفرض غانتس اللي احنا وصفناه بما وصفناه بالماضي بحاجة لأصواتنا، لأننا رغبتنا الشديدة بتنحي أو إنهاء عمل بيبي نتنياهو. فبما أن تقاطعنا معه بهذا الهدف وإحنا اثنين بدنا نفس الهدف، فمن المفروض هو يعطينا إيش إحنا بدنا وإحنا نعطيه إيش هو بده، لكي نصل إلى الهدف اللي إحنا متقاطعين فيه عليه أو متوافقين فيه عليه. وكلنا متوافقين أننا سئمنا وتعبنا من عنصرية نتنياهو، من قوانين نتنياهو العنصرية منذ 10 سنين وأكثر. طيب، عانى الأوان للتخلص من هذا الشخص. طيب، بشكل عام سيد غسان، الآن نحن نتحدث عن 61 عضو كنيسة أوصوا بتكليف غانتس، هل عمليا حسم الموضوع لصالح غانتس بتشكيل حكومة أم من المبكر الحديث عن هذه المسألة؟
طلع الحديث كان أول عبارة عن توصية، أنت بتروح عند بيت الرئيس وبتقول له أنا بوصي بفلان أو بجنس لإقامة حكومة، بده الرئيس يعمل يوزنها عنده بلس وماينس ويشوف إيش الإمكانيات لكل واحد من المرشحين. وأنا بفكر إنه بما إنه جانس اليوم معاه 61 توصية فعنده أكثر مرجح إنه هو يكون عنده الإمكانية لإقامة حكومة اللي تكون مدعومة من الخارج من قبل القائمة المشتركة، وإن شاء الله نقدر إحنا. أنا بديش أقول إن شاء الله ينجح جانس، أنا بدي أقول إن شاء الله ننجح إنه نزيح نتنياهو، يعني لأنه الهدف معنا كان إنه إحنا نتنياهو ينهي دوره التخريبي وينهي وصلت. ويروح شكراً لك شكراً لك. إن شاء الله بنشوف جناح قريب إن شاء الله. الفكرة سيد غسان المنير الناشط السياسي من التجمع الوطني الديمقراطي، كنت معي عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. ونتابع نفس الموضوع مع مراسل آي 24 نيوز في القدس وتحديدا من أمام منزل الرئيس الإسرائيلي مروان عثامنة. مروان، إذا انتهت جولة المشاورات لليوم بين الأحزاب المختلفة والرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، صورة المشهد كما تراها حتى الآن بخصوص أوجه أو وجوه من سيشكل الحكومة المقبلة؟ نعم بشار، نحن نقف أمام مقر رئيس الدولة في القدس، حيث أنهى رئيس الدولة مشاوراته مع جميع الأحزاب الممثلة في الكنيسة 23، بحيث استمع للتوصيات من كافة مندوبي الأحزاب حول من يوصون بتشكيل الحكومة المقبلة. جانس حصل على 61 صوتا مقابل نتنياهو الذي حصل على 58 صوتا، فيما أورلي ليفي أبي كاسيس من حزب جيشر أعلنت أنها لا ترشح أي أحد، بالتالي جانس حصل على الغالبية، بالتالي هو أو أوفر حظا بتشكيل الحكومة في حال قرر رئيس الدولة تكليفه بهذا الموضوع، سيما وأن رئيس الدولة كان قد أعلن أن الأرقام وإن كانت واضحة لكن سوف يعلن قراره النهائي، حيث يعطيه القانون مدة 48 ساعة من اليوم حتى إعلانه الرسمي عن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة. دعا لاجتماع بين نتنياهو وبين جانس. بالضبط، وهذا يقودني مروان إلى سؤالي الثاني لك، رغم تأييد 61 عضو كنيسة لأن يشكل جانس الحكومة، لأن ريفلين طالب بأن يلتقي كل من جانس ونتنياهو، هل ريفلين هنا يفضل حكومة طوارئ أو حكومة وحدة وطنية، وما هي فرص تشكيل هكذا نوع من الحكومات؟ بشار، رئيس الدولة يقوم بحسابات أخرى غير الحسابات السياسية المجردة المباشرة، 61 مقابل 58، كان قد أشار مسبقا أن 58 صوتا بلوك اليمين هي من ناحية قيمة أو من ناحية جودة هي ذات نوعية أقوى، كونها بلوك متماسك مقابل 2 أو 61 صوتا وبضمنها 15 صوتا المعطاء من القائمة المشتركة، سيما وأنها سوف تنوي دعم الحكومة أو حكومة جانس من الخارج وليس أن تشكل جزءا منه، بالتالي ثقل 58 صوتا هو أكثر من ثقل 61 صوتا المعطى لجانس، بالتالي رئيس الحكومة رئيس الدولة في ظل الأجواء المشحونة التي تشهدها البلاد وفي ظل تعنت نتنياهو وعدم تنازله وعدم جر الدولة لجولة رابعة من الانتخابات، يحاول إصلاح ذات البين بين جانس ونتنياهو، وكأن الأمور هي أمور على خلاف على أساس شخصي بين الشخصين الذين وتتعلم أيضا بأن محاكمة نتنياهو كانت قد تأجلت، ربما هذه تصب في صالح هذا الأمر وفي صالح نتنياهو تحديدا. بالفعل نتنياهو لا يألو جهدا لأي تأجيل لمحاكمته أو للظهور بمظهر من يسيطر على الوضع. نتنياهو يحاول في الأيام الأخيرة منذ الأيام الأخيرة السيطرة على الأجندة الإعلامية وهو يتصدرها بامتياز من خلال ظهوره المستمر في الإعلام، وكأنه يتعامل مع فيروس الكورونا محيدا جميع الخلافات السياسية، محيدا جميع الأمور السياسية التي تشهدها البلاد من محاكمته لتشكيل حكومة مقبلة لأداء القسم الدستورية
تشكيل الكنيسة القادم والبدء في الإجراء وإخراج إسرائيل من المستنقع أو المأزق السياسي الذي تعيشه بسببه. وبالتالي نتنياهو يحاول في هذه الأثناء التمسك بالسلطة كما أستفنى بكل ما يستطيع من قوة. وبالتالي رئيس الدولة يحاول إصلاح ذات البين لربما تشكيل حكومة بين طوارئ وطنية أو وحدة وطنية من أجل انتهى الوقت. مروان عثامنة مراسل I24 News كنت معي من القدس، شكرا جزيلا لك.